بمناسبه عيد الاضحى المبارك بحب اعايد لامي وابي واطفال سوريا والجيش العربي السوري وكل عام وانتم بخير. نتمنى ان تكون ايام كلها فرح وسعاده وخير لسوريا ولشعب سوريا ولأهل سوريا ولقائد سوريا وللجيش العربي السوري الصامد في جبهات القتال في كل مكان. دمتم بألف خير. كل عام وانتم بخير، ينعاد على الجميع بالخير. ربي ان شاء الله الايام الجاي احسن، مثل ما قال السيد الرئيس بشار الاسد، الامل بالعمل والجاي افضل باذن الله. مناسبه عيد اضحى المبارك نعايد السوريين، نعايد الوطن، نعايد قائد الوطن، نعايد اهلنا في المغترب، نعايد كافه السوريين، ونتمنى ان شاء الله بالفرج على امي وعلى سوريا الحبيبي، سوريا الغالي. كل عام انتم بخير، ينعاد عليكم بالصحه والعافيه على الجميع ان شاء الله، وان شاء الله سوريا بخير وبلدنا بخير، وإن شاء الله يعم السلام على الجميع إن شاء الله. كل عام أنتم بخير. كل عام وطننا الغالي بألف خير، كل عام الأهل والأصدقاء كلهم بألف خير يا رب، وإن شاء الله العيد الجاي يكون السلام عموم كل سوريا يا رب. كل عام وأنتم بخير والوطن بخير إن شاء الله، ويرجع مثل ما كان أولي، ويرجع الأمان والسلام على سوريا إن شاء الله وبلاد الشام كلها إن شاء الله، وينتصر الجيش العربي السوري على كل، يخلصنا من داعش وتركيا، الاحتلال التركي الغاصب اللي دخل علينا. ينعاد علينا وعليكم وعلى الجميع إن شاء الله، ويفرج كرب أمة محمد. كل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بأحر التحيات والمباركات لأهلنا ووطننا الغالي وكل من يعيش على أرض سوريا الغالي.